يترقبه نادي ليفربول ويقترب من مزاملة المصري محمد صلاح. النجم الجزائري محمد الأمين عمورة يشعل الميركاتو الصيفي مبكرا ويبدأ سباقا بين العديد من الأندية خلال الفترة الحالية. على مدار الموسم الحالي نجح النجم الجزائري محمد الأمين عمورة في تقديم مستويات خارقة تؤكد أنه يملك أكثر مما يجعله يبقى في الدوري البلجيكي في الفترة المقبلة. الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد وجود عمورة على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لدى كبار أوروبا بالطبع، ومن المنتظر أن ينتقل إلى أحد أكبر الأندية في القارة العجوز. صاحب 23 عاماً بدأ رحلته في القارة الأوروبية مع نادي لوغانو السويسري في عام 2021، قبل أن يرحل بعد ذلك إلى فريقه الحالي سانت جولواز البلجيكي، والذي قدم رفقته مستويات غير عادية. العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بدأت تتحرك بالفعل للتعاقد مع النجم الجزائري الشاب، خصوصا وأن إدارة ناديه يونيون سانت جيلواز حددت 20 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل اللاعب، وهو ما يعتبر مبلغا بسيطا للأندية الكبيرة. حتى الآن 5 أندية أوروبية كبيرة تضع النجم الجزائري عمورة تحت المراقبة الدقيقة، وقد يجد نفسه في أي من الدوريات الكبرى في الفترة المقبلة بين ألمانيا أو إنجلترا أو فرنسا. الأندية الخامسة التي تراقب عمورة حتى الآن هي برايتون وأوستهام من إنجلترا، ولايبزيغ وإنتراخت فرانكفورت في ألمانيا، وأخيرا ليون الفرنسي والذي يضم مواطنه ريان شرقي. ورغم أن هذه الأندية هي التي دخلت السباق منذ فترة لضم عمورة، إلا أن المفاجأة كانت في دخول عمورة اهتمام أحد عمالقة البريمير ليج، وهو نادي ليفربول الإنجليزي. ليفربول يعمل في الوقت الحالي على بناء جيل جديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة بعد نهاية حقبة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي. ليفربول بدأ يضع الملامح الأولى للصفقات التي سيعقدها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي أرني سلوت، والذي يقترب بشدة من تولي المهمة. أرني سلوت قدم بالفعل طلباته لإدارة نادي ليفربول قبل إتمام توليه مهمة قيادة الفريق الإنجليزي، وعلى رأس هذه المطالب لاعبا قويا في قلب دفاع ليفربول، ورغم ذلك طلب كذلك التعاقد مع مهاجم جديد. وفي حديثه عن المهاجمين المرتقبين والمتوقع أن يتم التفاوض معهم في الفترة المقبلة، طرح المدرب الهولندي اسم الجزائري محمد الأمين عمورة، والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز. عمورة يشبه إلى حد كبير الكولومبي لويس دياز الجناح الأيسر لنادي ليفربول، لكنه يمتاز بقدرته على إنهاء الهجمات بشكل أفضل من الجناح الكولومبي، وهو ما قد يكون مفيدا للغاية بالنسبة لنادي ليفربول.